وحول المضامين الهامة التي وردت في كلمة جلالة الملك السامية، معنا عبر الهاتف من الرياض الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ عبد الله العلمي. مساء الخير سيد عبد الله. مساء النور، أهلا وسهلا. بداية، جلالة الملك المفدى أشاد في كلمته بالدور الرائد والعمل الدؤوب للمملكة العربية السعودية الشقيقة بقيادة خادم الحرمين الشريفين في إرساء دعائم الأمن والسلم في المنطقة والعالم، كيف تعلق على ذلك؟ نعم، جلالة الملك ثمن دور المملكة العربية السعودية خلال رئاستها لمجموعة العشرين لتحقيق طبعا الاستقرار والرخاء، وطبعا هذا يشمل أيضا يعني تمسك واحترام مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية بالتزاماتهما الدولية في شيئين معينين: المحافظة على قوة السلام واستقرار النظام الدولي في العالم، وهذا طبعا العامل المشترك بين مملكة البحرين الشقيقة وبين المملكة العربية السعودية. فنحن يعني نواجه تقريبا نفس التحديات ونفس الأخطار سواء في منطقة الخليج العربي أو في منطقة الدول العربية. نعم، من الرياض الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ عبد الله العلمي، شكرا جزيلا لك.